إذا أتيت بناقض من ناقض الإسلام. إذا من عقدت ومن كل رقم الله سبحانه وتعالى ومن اعتكافه ومن العبادة ومن الكنية فضيلة ومكانها. سيما من مكان الكنية من الدروس مراحل. إذا ما الفائدة من دراسة الناقض؟ إذا سويت تقول إن جمع هذا فائدة أن نتطلع في سلم مهما كان سنة. الفائدة هي أن تتعلم هذا الناقض حتى لا تأتي بناقض ويكون بهذا انتقض الإسلام وكنت لا تدري. نعم. إن لم تفايت اليريبي وكان تفاماتيون إن ليهم مكارا سنة ونسبة نصف فايتا إلا كإنام ولا كان لك إنام كواري مبينة ولا أصبت الناقض. نعم. إن جمع تهوب وانسيب من مكارا سنة ونسبة خلاصة الناقض تتلخص بين أربع دنانير. إن كنت مكررك سين أرامة إن سيارتنا أموكسيا وأموكسيا أو فرقاني. القول أكفتنا والفعل أكفتنا والاعتقاد أكفتنا والشك لنزيد بقضوا الله. قول وفعل واعتقاد وشك إنها كفتنا تتعينا قول تسبب الرب مثلا سبحانه وتعالى. إنها قول جنسين ما بيسرر قول فانتا مميق الله سبحانه وتعالى. فعل كالسحر. إنها في إلسة تتعينا بأسل ما بينا توسيل سيئر. الشك شك في توحيد الله سبحانه وتعالى في انفراد الله سبحانه وتعالى في توحيد الربوبية مثلا. إن هاشا في سبق دورا يسير بق دورا وردا حتى تنقل سن الله تعالى يمكن ها من ربوبية ليا الاعتقاد إذا اعتقد أن أحد من الناس هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ها قوي في كنيسة قوي ما قوي في كتب إن فهمت سن همبو في هم المانس يا لقي مرايو سنكون عليه سن فهمت سن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا دراسة هذه النواقض بالغة أهمية مهم جدا لأنه قد تقع في ناقض وأنت لا تدري وأقوم بهذا انتقض الإسلام إليك. نعم. إذا سجلت إن فقدت إلى من النواقضين مثلا من هذا الحديث إذا سوف ما لو كان مثلا إلى سن من النواقضين ما لا أعطينا رمضان. فتيجي المسلم. الناقض ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عشر نواقض ولكن ذكر هو رحمه الله تعالى ان هذه النواقض العشره من اهم النواقض ومن اكثر ما يقع في بعض الناس لدى الله. نعم. يسب المؤلف في نميم كتابه انهم فوقهم امام مكارك سن مكارك سن مكارك ان مكارك مرمس هم نسجلوا انهم فوقهم إنها من أكثر ما تواهم مرجع روح أمامسيا. الناقض الأول الشرك في عبادة الله. إليه ما مكارا فنبدا عن مظلمة شرك تلك نفسكته فالله سبحانه وتعالى. الشرك في عبادة الله هي الشرك الأكبر. نعم.
ipagsilip na pag-ibalat sa wag ka, alam mo rin pagkawa mo si Dahulang. Alam mo, da'a ka ng Allah. Ang siya na ngayon, paro ka hindi ng Allah. Istagadan ka ng Allah. Na ngayon siya tawang, paro ka hindi ng wag ka. Ibadya ka ng Allah. Ibang siya mo yun, niyan ko siya na ngayon. صرف الله سبحانه وتعالى صرف شيء من العبادة لغير الله كالصلاة هذا يمسك فيها حرق جيد العبادة فدوها يمكن الله تعالى بس المقسم لها يعني طابع على القبر من توقش فيها من كل إنسان قبور ذبح على أصحاب القبور من ثم يسيها كرم سن كوهر سن قبور يوم نذر لهم يمسك مقدر سيها معهم هذا ناقض من ناقض الإسلام بل هو أول النواقض نعم إني مكرا إنما النواقض إنما جملة مكرا هذا الإسلام كما نقول إنما في نقرأ ما نقول الثاني من النواقض أن يكون يجعل بينه وبين الله سبحانه وتعالى وسطاء والشفعاء يأتي إليهم حتى يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. إذا وقد رأس بعد رمى أم يبنيان كوه أن ترى ولمن الله سبحانه وتعالى سلوهان سلوهان كما يوم مشفاة كتبت الله نصفا يقوم كسوه فلو كان هل ينمو ريضه مخلوق يوم بعض الناس أدان الله إياه يقول لك أنا لا أعبد هؤلاء لا أعبد الأولياء ولا الصالحين أنا أريد منهم أن يقربوني إلى الله أريد منهم أن يشفعوا لي عند الله لأنني مذنب نعم قضيك ما مانوس يا مكتبتنا ما مانسيدا في هداية سينا فاسمه وتعالى مكتبه كان إن تبيلون يا ورد لي سيمون باها مانسي لي سمع الله إن تبيلنا مسجد Pangansi la masapa at nilagami Allah Ta'ala sa kami namili Bantusa. نقول له هذا الكلام الذي تقول هو كلام الكفار الذين بعثوا من النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا كفر نعم من قبل أن تهدوا من تعليم أمو رئيس من قبل أن تهدوا محمد هذا من تهدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه سمسي قبل أن يكفوا نحو فرسيلا الله سبحانه وتعالى من سعة فضله ورحمته لم يجعل بينه وبين عباده وسطاء وشفعاء نعم من الله سبحانه وتعالى إنها تنوق سين كرافيا لبنس رحمة فيها ولا أنك بكتاهي لنا النعم من سبيب أو سلوهان فسبايا إذا ما قسم بين الله تعالى لما كجر إذا ما تيرنا إذا كل من طلب القربة أو الشفاعة من غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شرك أكبر Yang sebagai sisi yang menghubungi, rumah, sunuhan, maka kaki suhu, Allah subhanahu wa ta'ala, insya nada yang sendiri tidak pula. Al-Naqad al-Thalith bin Naqad al-Islam, man lam yukaffir al-Mushrikin, man lam yukaffir ahlakum. Naam. Ini jika tu ini mana makara raksin pada hari ini, ramai imam tak, di sisi ini mungkin di dia kufurun min mana sila musyrikin an-nasara al-an alladhina fi zaman muslimin al-kufar man ya'lam in nasara di zaman datu ini kun sila muslim hatta wa kan ma ta'lam man ya'lam man ya'lam ikhwan an-nasara alladhina fi zaman al-yawm wa hum muslimin aw kufar 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 يا رجل على دين موسى عليه الصلاة والسلام وعلى دين عيسى عليه الصلاة والسلام إن شاء الله مسيح موسى إبن الله مسيح عيسى مثلا بيعود قلنا يا غرني لك نبي موسى قال أن نعم كفار ولا شك في كفره كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان حتى لو كان على مثل ما عليه موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام نعم Tapi kerana mungkin nasrani hanya mandi, mahu kita, ini sila makin kafir.
Kung sila niyatampayan si Panginoon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan ba silang yamaan ang Panginoon baka si Musa yan si Misa? أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام صادق بلا قسم حلف يعني عليه الصلاة والسلام نعم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسيا فبالي سيهم من بشتره النار ثم وصي الله عني قال والذي نفسي بيده النبي يا سبحان بقام إن جن وبرك وعلم سينا مهين من لا يسمع بي يهودي أو نصراني ويهود ما كرهوك كابو وإما كانوا مكابو همهم يهودي أتوا نصراني ثم لا يؤمن بي ما هم يهودون نما كابو إلا كان من أهل النار والمالين تلي كون أن يلي نرام سنة الله أين من شك في تكفير اليهود والنصارى والملاحدة والمجوس وغيرهم هذا ليس بموحد أصلا كافر نعم هذا بشيء مقدوع الله Amin pagka kumur si mga sila Nasrani ng Yahud. Iban si mga mulahida, in sila ini, nari sila mamilang wahid na nawi. Allah subhanahu wa ta'ala. Aw syakka fi kufrin, kala adli ana, hum kuffar am la ma'adli. At wala na dua wa kau, kau in sila ini kumainatan, kafir ka tu rukun, at syak syak kau. Aw, sahh ma hum alayhi wa kala, dinahum al-an, din baqi wa din haq. Atau akan kami sahihun yang mempunyai agama di dalam Yahud mengkak kuri di sini orang kata syabun nara Fahu akad al-kubur akbar Ujia binatuhun nama dan Islam Ingat ke kata yang niat tu di sini orang bilang kafir nak kubur saya si kubur kakula Iban nak kainan saya si baka hikal umusin anam Islam Sinan Islamun Islam إذا عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أي تكفر بجميع ما عبد من دون الله كل ما عبد من دون الله عبادة باطل وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له وتثبت الرسالة والعبودية للنبي صلى الله عليه وسلم نعم يشير إلى أنك تأسس إن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إيمان سميه كفرون إن كتان سيسمى دوائك إن الله تعالى سرطة إثبات مطمئة بالإبادة الله سبحانه وتعالى ذلك يعني إن بعد إكساسي ها رسول صلى الله عليه وسلم إيمان إثبات مطمئن سيها مقيم إيمان سيد رسول صلى الله سبحانه وتعالى كذلك هذه المسألة لابد أن نعلمها يقين أننا عندما نشهد أن لا إله إلا الله لا يمكن أن نصحح عبادة غير الله كل ما عبد من دون الله فعبادة باطلة من عبد القمر من عبد الأحجار من عبد الأنبياء والرسل الملائكة الصالحين كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى نعم Dengan sebab visi si partai saksi, si nasional dari lahir nama, supaya di India jadi pun, di India dia mana, artinya dia mana cek mana tu, dia punya sahih bagi barat tu yang dengan Allah SWT. Ingatan bagi barat, mana kau yang dengan Allah Taala, mana nak tahu, mana nak tahu, mana nak ambia, ini tu mengkabar di jari punya. Anak Allah, mana yang أن أحد من الناس له هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام لابد أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّ فَالِينَ مَنَا مَكَرُمُ سِبَكَارَ مَنِي كَوْفَ فَقِيلَ مَكِئْ تِكَتْكَوْ أَوْنْ manusia in pamandu nyayong nagarawi inamuin dayong yang eksin pamandu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini dia tengah kepada maka lah si pagarang sampai ka
يبقى ما يصير النبي ما يسبب أو يبقى ما يسمونه يعني لو جاء إنسان وقال عندي دعاء كان يدعو به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم سوكان أول مكتب مريكان من أمين يأيين أكرونيا أول أمين في panggil doa berketawa biasa ini saya pun Islam Ibn Taymiyyah. Mana nasna? Nakul khair al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umi dia muda, lima itu ada in sarare yang paman tu, kamu di paman tu, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wah, bahasa doa. أدعيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به وإلا أخذنا بأدعيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم نعم فالسلطان هنا موافق يبقى للبميل وعيون يأسنا مقارب يوم نفعان تسير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم سوف ما دي لا دي لو تركهون فهم دي نفعان تسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال عندي طريقة لدعوة الكفار أحسن من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فسوف قال الله بيهون استراتيجيكو Iranan menjadi impak dakwah sama kufar strategi yang berdakwah. Nah kalau di interior dia sini strategi di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan ila i'taqad anna ahad min an-nas hadi akbar min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadha tabna'u min awal al-islam. So isir sirin nakik kita awal di nama na pamandu si namuktau nakalawi ina mindai oleh si pamandu si sallallahu alaihi wasallam Nah ini yang kata hilang sin, tinggal nama nama lumbu sin pada ramai. Atau hukum غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكم عليه الصلاة والسلام إذا اعتقد هذا فقد كفر. Jadi kian bangsa nak ikutkan in hukum sin kamu tahu. Lalu indah yang ini sin kamu hukum sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sih ada di kini itu nakari yang sin maka sin pakar. نعم طيب كذلك الناقض الخامس من أبغض شيئا يعني أي شيء من الشريعة قليل أو كثير ولو عمل به كفر إذا أبغض شيء من الشريعة نعم إن كلمة إنما مكان موسيقى الأغامة أفضل أولياء والأنبياء أولونا Apakah salah sinaga Islam si ibu dan mata atau kan nadiu misal bagi yang bukan dia apabila yang luaran dia ini itu kata hilang sinang baca mata umum sinang baca orang nadi. Yang ini hukum syariah atau hukum yang ahkam syariah hukum wajib yang ahkam syariah. Wajamal bini. Kata kau. Nah. Hari dia kamu akan jadi nusa. Sinarul Islam atau ulu-ulu hukuman kalau secara yaun misalnya dia hukum dihina pikiran serta kanungan dia insya kafir kami yang siya kafir yakni usalli maksimah yang siya wa yuhawar al-salat al-khamsin mahrum dan ini dia menghadir siya sembah yang kami lima waktu fardu lakin yubgil al-salat serta kanungan dia sembah yang bahan nasabah salam al-afir kam Ini itu memang telepasin Allah Ta'ala itu dia itu kafir. Lakin qulna intabah akhwana, nahnu la nastati' an nahkum 'ala ashkhas, fulan muslim, fulan kafir, hadha liman lil ulama. Nahnu nurid nubayyin lakum al-ahkam hatta tatabayyanu wa tatanabbahu tanabbuhu an-nas. Na'am. Amma rasad jadi kita makan jadi hukum, hamu intarkan ku hamu ka ulama dia itu insya kafir. Sebab ini itu Tubuh nama-nama imanat menghukum. Kamu rasa jahat yang kita dapat orang. Isi-isi makin asyik dia itu kafir. Ada pun di waktu kita atau kata uya pun iman jari. Sebagai mana Allah. Dan ini jari. Raja Al-Fa'lam. Jaks. Bukala li. Zawjati Tuhlul Al-Ta'adud. نعم فقال أن الزوجة ترغض التعدد ما هذا معنى قال الحمد لله أنها كافرة ولا أتزوج عليها نعم
إن هموك أوليا إن أسوى قلوليا ما نوالك ناشا أمي بكبة أولا سوا أولي قلوليا كافر ناشا إن ناشا سوا فيها إيه هي ما تنبضك شعادة ما تنبضك الحكم ما يمكن لمسلمة تبغى هذا الحكم صحيح؟ لكن هي ما تريد من زوجها أنا تزوج عليها لا إشكال بها نعم إن بابا المسلم دي من جاري ما هو قال حشرة سنوات قال Kalau saya belum diyakini orang ini tentang apa tahu saya sih nasib ini. Dan saya lihat tuh sebagai orang yang Muslim, tuh yang sih itu yang saya ini bisa tanggap asal orang ini. Ini lahud, an, tabel kul ahkam syariah, ولا ترد منها شيء. Nah, dan saya lihat tuh sebagai Muslim, kalau mau dia ingin kata saya sinar Islam, dia yang menjadi sunnah pun imun orang ini dia masih ada sih orang sunnah kan. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الناقض الخامس الناقض الإسلام وهو أشد ما يكون وأكثر ما يقع في بعض الناس لنا الرؤية نعم يعني كان شاب مسلم والد من ديك أولهم أمي ديك ما مكان مسلم أخو إسلام أمي لماذا المكة توها كما توها مما ديك فاسم الله تعالى الاستهزاء بالدين أمنا إيمان وراء كون موجو موجو كون بطر كارم سبق الرب سبحانه وتعالى إيا موجو كون ميسر مبانك الله سبحانه وتعالى سبق النبي صلى الله عليه وسلم وميسر مبانك يبقى نبي فهو مؤمن سبق الصحابة رضي الله عليهم تبي كان بقى صحابة الاستهزاء بالصلاة من قوى وراء كون موجو موجو كون بطر كارم الصيام هذا قوسا بالحج بالزكاة هذا هذي هذا الزكاة المستهزئ يكفر كفر أكبر مخرج من الملة نسأل الله السلامة والعافية إن هم إن وجه وجه يدنا وراء يكتم إن سيا كافر نكينا سيسي كفر دخلا ما كان واسيا للحيب سنسينا الإسلام فما كنا ليفرسنا الله تعالى ومعنى الطلاب هدانا الله إياه يمزح ويلعب أحيانا ببعض الآيات والأحاديث ويأتي بالنكت Nah, ini orang yang mulia. Nau waktu nak tahu kamu si nabi ayat si nabi Allah subhanahu wa taala. Saya bin Allah waktu cek kondi ayat si nabi Allah subhanahu wa taala. Kebanyakan murid. Ada nabi mana? Kul hal istihza. Tuk ila Allah. Nah, sebenarnya orang yang baik tak ada itu ya. Tu inya panggul aku lah. Hasil masih mana? Sebenarnya nak tahu lah panggul aku. Ila tahu tahu. Kau terakhirnya. Kan si yang tahu waktunya. Bertawad lah, lah lagi munduk salam lah. Asal? Manusia berhenti dan muncul-muncul. Kafar nasabah salam alam. Nah kufur nasya. Mari kita dalam pasti Allah. Ina, masalah al-istihza la budan tahdar minha. La taqwa bil-kitab wa sunnah illa bi qalb khaif يقف عند حدود الله متقي لله سبحانه وتعالى. نعم. إن سبيل المسألة أمي فموجه وجهي فبابا سوئني إن بدا لا ما كفيك سوئي نعم كما قواش كما كيدا بيهم فتيني سيا دون نسل جسي حشارة سينا الله سبحانه وتعالى إن سيا من جاري من كفي أمان ديولا تتبع ثم ذكر الناقل السابع من ناقل الإسلام وهو السحر Kuhus besar pun yang ingin namuin dengan mana ikat itu maka lu usina kamis kan kamu limpak sihir. Sihir akbar da'wa li syirk billah. Limpak sihir ini dengan mana sana pulang bu mana api ini mana waktu waktu tak syirik pak Allah subhanahu wa ta'ala. Wasahil akbar. Limpak sihir tak usis sihir ini ya nak kumpul. وكل من عمل السحر إن كتازي مدينة سنسير أو رضي به حتى ونحن لدى سنفق سير فهو كذلك نسأل الله السلام عليكم لني كريسي الكعب ليس هنا أن تجاب رسول الله تعالى وذكرنا لكم في الدرس الماضي بعض الأمور عن إتيان السحر يظن البعض أن الإتيان فقط يكون بالمجالسة ولا يدري أن الإتيان يأتي عبر الاتصال الجرائد المجلات الكف المجان وغيرها نعم نسبوت كل ما تقولنا إن ما تكينا تقول سيفك سير أم إن ما تقامي ما مكسي سير
Allah kuningan at marami nila kinadala ni pangalan nila si Inang Sireon at kung saan dyan naman si Sireon. Di nila kinadala ni mamasa sila ang mga mga si Unun Sir at huwag kang di makulang si mga pinggan niya at nasabot at huwag kang unang-unang mga kariga. Di nila kinadala niya, di kasi nila kaisa. Qadar Allah subhanahu wa ta'ala wakua as-sahil. Yakir si Allah ta'ala inang ni kimato in bak sihir ini. Ala insan, tenang. Ha, nyamuk tahu di manusia. Mana asma? Ulu ini namunnya. Mana yang jadi sehat? Ulu mati siapa nama masih sihir? Atau yang jadi rokyah? Atau mati siapa ibu Musa rokyah? Waktu dia Allah subhanahu wa ta'ala berdoa. Serta ibu Musa dia nama ibu siapa Allah ta'ala. Wajib bin Adu yang mubah. Iban, huminang siya si mga amuhin at liyang wa kuwat amuhin kaya gisinaro Islam. Naam. Amma hal sihr bis sihr hala lahum kinan yukun. Naam. Inin pangkuwat ko si sihir. Sihir ni siya ni pangkuwat wa yung dal sihir ni pangkuwat sihir inya tu liyang dalong kamahin. Limada? Mahita? Mukhalib ni kitab. Inya tu surah na kitab Al-Quran. Sunnah. Iman sunnah. Bapa sahabat wassalam. Allah'a'in. Iman kapdalan si mga sahabat iman si mga sahabat. Ufi tab'ib al-intidab al-Quran. Demikian ini adunya kandang. Panggaan-gaanmu. Hamil Quran. Mutaqwi al-sahab. Iman takpa kusukun hama si mga sisir. Walianna sahab la yumkin an yukarrib shayn al-mas'um an yukaddim shayn al-mas'um illa ويقرب المسحور شيء الى الشيطان بالشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا لم تسهر تسهر مكانينا أمين إذا أوبت إلى حقيق دان سهر اليوم مطريقاً سوى يومنا هنا مرتبا فكشيرك فكوه ورعه إن تطمن لنا فشيطان إذا سنا أوبت حقيق دان سهر اليوم. العلاج بالقرآن أم مقطوع به لأن القرآن فيه شفاء للناس أما التداوي بالسحر أمر مظنون وبالغالب لا يشفى. نعم. فكيف يترك اليقين الى الظن؟ إن فقوة سنقوة من قوة للبقرين إني فقوة فالكارة سيقولوا تلسيا بيكي سنشاء سرق قوة مرتن من سيادة المقوة على أقول إن فقوة سيهر إليهم يفعنا بكل سيقول زمسيا لنسا كنتو بيتا بو tinggal dari perkara sigur maka obat mantu paku pahit perkara maupun sigur di kalau saya pakai ini thumma anal mashur mastafad syait kala bih sihr wahid thumma sana'a al sahir sihr jadid fa asbah ladai ala sihr sihr ahad na'am kukus inna minna tawla sasakit yaddu wa ilun kena kawahe baidah sabayka in amin Yakub dan kenyasin yang sinsakin yo dengan vaksin. Terus diawasnya tahu apa maksud sihir Risa. Mungkin tak tahu apa itu sihir. Wailun. As-sahir. Assalamualaikum. Ini maksud sihir. Mungkin kita lihat pasti nausa dengan makan ini. Tahun panggilan. Panggilan. La yasta'min fi ruqya. الكتاب يعني لا يرقي المريض لا بالكتاب ولا بالسنة. في بسيس إرقي إنا فكوسا من إنا من رقيا إنا من بواسطة من إنا قرآن ورنا ما دعاء ما دعاء من يوم تنسين اليوم سيلا ما كوسا قرآن ويتكلم بكلام غير مفهوم تكلم هكذا إلا ما بيسا ريو تسيس إرسي بيسا ريو إذا فهمان يسينا ما بيسا ريو يفرق بين الماء والجلد. إن بسيسي غير ما كجاري يا بابا بوتر سمينو سوكيبان إن أمي إن أسوي نسيم بالنية. يكتب حروف ألف بعد قل هو الله أحد ألف مثلا الله الصمد يكتب باء هكذا يكتب حروف مقطعة. نعم. إن بسيسي غير إن مكتوب تجلس سما حروف مقطعة سما ألف وسما سوريان وكمان جل ما حروف ألف أتوقع تقولونها. يأمر المريض أشياء محرمة. لكن يا بني تقول سيسكي سين من الفرقالة حرام. لأن لا يغتسل. يسيري سيبا بيهون. من الجنابة. إنها جنوب. ولا يصلي. يسيبا بكسم بايمون. ولا يسمع الذبيحة. إذا دي سيما
بسم الله أقابل أقابل باليوم ينظر في النجوم فاطر سياها بطول يخبر عن المغيبات يعني عما في المستقبل فغيب سياتي هم الغرقاء داري وعما في الضمير يقول أنت تحب فلان مثلا Iman sih yang mungkin perkara harum karena dia tahu keadaan saya itu karena saya ulang itu banyak tu. Ya tip berkata munasab muatab, wayu kau fakirai. Keadaan tu simpan mana kata nang tiada lagi mana tu dia semua semua orang kau siap tu buka pun dia tahu. La yang zaman sahur, yang rumah dah mula. Apa yang aku berjimat, yang rumah أن تتقرب إلى الشيطان. نعم. بكون ماسيسير ماسيسيري نبغيناه. بكون لازم كسمه جسلاه كمكتاعي مسين. أو ماسير ماسيسير. نعم. دي مكتاعي. أو مكتاعي أو دي. إن كمان يا سيدنا يا ماماي لي كاو. ما تابا بيسوق كوا الشيطان. أبغى أطلب منك مثلا. ما لكن بطريقة مباشرة. هذا هو عندما يوان توسيس ما بكون سيادري. يندهري يوان. احتياج يحتاج عليه. نعم، أو هي مثلا احتياج استراتيجي يعني وين؟ أو يدي كبير سؤال شيء أنا منه. يقول هذا المرض أو هذا السحر الذي عندك سحر خطير جدا. فإذا أنت قاسي ما تسير إنسكي أو يسير في مكان كيمو يا، ليه ما تسير ما كان ونحتاج لحل السحر هذا قرد يتيم. كيف؟ قرد مثلا. Tak ada. Saya mahu kamu ini mengganggu hati kalau kita kuat si sakit yang biasa mana kamu atau akan biasa mana kamu? Tak ada. Atau akan kamu kamu ini buta. Fahamlah, Amir. Kalau mana ini ada? Kalau ada tiket, mana? Kalau mana yang tiket yang Afrika atau yang Malaysia? Mana? Nah. Sebab kalau semua ini mau kita kawal dia, Nah, Allah mengingatkan bu makdaran si Muhammad. Bayaran mana saja, mereka nak jadi sumber itu. Yaj'alak tata'allaq bihi, wa la tata'allaq billah subhanahu wa ta'ala. Yaqula, ad-dawa wal-ilaj indi faqat. Ini lalu sisi, pata'allaq pun pernah membantu kalian, bukan ke Allah Ta'ala. Iman si Nabi Nabi'imu, aku lalu ingin dia mana, maka orang kaimu, bukan Allah. An-naqid al-thamin min naqid al-Islam. Ini nama makar musim perkara wanita siang. معاونة المشركين ومضارة المشركين والتعاون معهم على قتال المسلمين. نعم، لكن هذا إن اعتقد نصرة الكافرين على المسلمين. نعم. أم إن تمارنتم فلا إن المسلمين ثم أنتم قليلا ما هم ما هم المسلمين ثم أنتم ما هم كافر ما هم هذين المسلمين. الناقض التاسع إن مكان موسم بكار رمى في كاسيا الناقض التاسع من اعتقد أن أحد من الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هل يمكن لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا أبقى على شريعة موسى أو عيسى عليه الصلاة والسلام كذا؟ نعم. إني كسي أمين ما مكان موسى فكارم سوف ما مجيت لكي نمكتاو إن سيا ما كان جاري نسيا أتيني أمي إكسمتد نسيا أسارا سيدرا بسر نمتي نسيا من جاري مالا أتامين نسي برسم ما كان جاري نسيا لدو أسارا سيد موسى أتاو كان سيد إيسا نعم إكسمتد نعم يسارا إسي سيد ما كان جاري مالا مجيت لكي إذا لا يمكن لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فيما ترجعي؟ أمين. هاون قاده هو سيدنا شرع سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن النبي كان يبعد إلى قوم خاصة وبعد عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة بل إثقالا من الإنس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كراش يا قوما نذرتم مسرقا فما نسي أتتاهم سامي نلمت بما نسي فالسنين. الناقض العاشر وهو الأخير. إن ذي هم أن ما كانوا يهتمون وهذا الذي أراد الكفار أن نصل إليه. أمو إذا ينسي ما كافر سمم بار سمم بار يمين
wanita atau tadi. Nah, siapa faedah ini? Bagaimana manusia kalau mandi tadi? Bagaimana sih lah hidayah dan sinar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahwa i'rad 'an dinillah bil kulliyah la ya'rif shay'an min ad-din illa annahu muslim la yurid an yata'allam wa aslan ya'rif. Nah, menurut ini Malaysia apakah agama lagi kuliah yang dulu tadi Malaysia mengaji simpatah agamanya Malaysia mengkobong simpatah agamanya wajong keingatannya haruin kaislam buat palingkan dengan agama Malaysia muslim ta'al ta'alam al-tawhid idha qila lak baghaduk mada taqud كذا يقول لا أريد أتعلم أصلا ولا أريد أعرف شيء يكفيني أنني مسلم فقط. من شاء الله يكفي كم عندي كم دين كم عندي بس بكارما إن هذه دي نلوم يا مكابونا. هل هذا مسلم؟ إن يدلوم يا مكابونا مسلم. هذا من يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أتى بناقض بناقض الإسلام إعراض عن دين الله بالكلية لا يتعلم ولا يعرف. نعم. Inilah pihak guna kehidupan sesi namun sesi nasional si wali tinggal lama kalau si perkara ini siapa mengerti di siapa hina cukup dengan siapa muslim dan akhwana hadihi an-nawaqid nawaqid islam la bud an nata'allamha hatta nahdar minha wa nad'u Allah subhanahu wa ta'ala jalibna syirk asal Allah subhanahu wa ta'ala jalibna wa iyaakum asyirk wa bid'ah wa ma'asi ya rabbil alamin in Mengapa masalah musim perkara main yang dinamakan tahu? Karena wajib sesuai dengan tangan jiwa supaya kami mana tu? Supaya kami mana tu? Pemandi dan lihat pasti nama Allah dengan terkait nafsi dengan si mamida dengan si mona. Amin. Yang dengan si nama Allah supaya nama Allah. يعني نريد أننا نتدرج يعني شيء وشيء حتى نستطيع دراسة أكثر من هذا من كتاب التوحيد والمصدرية وما إلى ذلك. أمين في مين من تحب أن سين مقدس شرط إن تبيهم تبي ما كان سين نوام في الإسلام إن تبيهم تبعتي مسلبا يا أمين لو كان تبعتي ما كان سبب إلى بروبا إكتاب يسمى سيتيا يوم سبب إلى التوحيد.